وطوام واقعين فيها النازل. وده كلام ما بتاع الإصلاح براو، عشان ما يقول لك ايوه دي الناس الإصلاح معناه نحن المركز العام مرقنا منا، وانتوا اخطر من ديلك كلكم شبكة واحدة في الموضوع ده، انتوا ضليتوا وفي غيره من المواضيع. المركز العام تاع المركز العام اللي هو جايبين صورة لصلاح حمدته في نص شيوخ الصوفية، تمش قدام جايبين لقاء في قناة النيل الأزرق بين ود البلة محمد إبراهيم البلة والياقوتي محمد مصطفى الياقوتي. المذيع سأل ود البلة قال له هل ترى أن القواسم المشتركة بين أنصار السنة والسلفيين عموما والصوفية، يعني بين ديل أنصار السنة والسلفيين كوم والصوفية، القواسم المشتركة كثيرة ويمكن تعزيزها والبناء عليها؟ ده السؤال، مش سؤال واضح. أريد أن أبدأ من هنا بود البلة، هل ترى بناء على ما ذكرت في نهاية الحلقة الماضية وقررت في مبتدأ هذه الحلقة أن القواسم المشتركات بين جماعة أنصار السنة المحمدية وبين التيار السلفي عموما والتصوف هي كثيرة ويمكن تعزيزها والبناء عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فلا شك أنه القواسم المشتركة في تقديري، خاصة إذا نظرنا لصوفية السودان وسلفية السودان، يمكن أن نجد قواسم مشتركة كثيرة جدا نؤسس عليها ونبني عليها، ونحن حريصون أن نؤكد على هذه المعاني وأن نعمقها. مش مفروض تقول له القواسم المفروض تكون مشتركة بيناتنا؟ أول شيء وحدوا الله سبحانه وتعالى، تعالوا إلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طبعا الصوفية بقول لك ألا يدل أهل الكتاب، أهل الكتاب عبدوا منه؟ عبدوا عيسى عليه السلام وعزيرا، ويتوا عبدتوا منه؟ والله نحن عبدنا المكاشفي والكباشي والصائم ديما وجماعة ديل، أخير عيسى عليه السلام ولا أخير ديل؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ كلام ده ما عيب؟ ديل عظموا أنبياء فكفروا بالله مع كفر آخر، وهذا وحده قبل الآخر يكفره، وهؤلاء عظموا أناسا من الصوفية مع كفر آخر وهذا وحده يكفره، لمن أقيمت عليه الحجة. ما كلهم، في ناس جاهلين مساكين دخلوا جديد ما عارفين شيء، تبين للحق يرجع ده فيه خير. طيب بسيطين جدا. طيب ود البلة قال لا شك، لا شك بعد حمد الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ود البلة المركز العام ده قايد ولا ذنب؟ قايد. ولا انت بتاع المركز العام عندك ده ذنب؟ ان قلنا ذنب بتقول نبستوه، وان قلنا قايد اها رايكم شنو؟ نحكم على الجماعة بالقادة ولا ما نحكم؟ والله يا اخ ما تحكموا. طيب بتقول لنا نحن عصبجية بس او مزمل، نبز مزمل براو انا بتنبزنا مالك؟ والله ده ما كبير كن. ايوه وما برضى تقول كبيرنا، لكن خلاص رضينا، مش كبيرنا رضينا، رضينا بتنبزنا مالك؟ نبز مزمل براو مالك 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 من الشماليه ونحن من الجزيره، وهات جابنا نعاون شنو؟ والله يا اخي الشغله دي ما هي ما قبليه، ما نحن عارفين انها ما قبليه، كلهم بنحبهم، الاسود والابيض والكبير والصغير والذي رفع السماء لا نفرق بين احد منهم للونه ولا لجنسه. والله يا ده ما كبيركم، بنطعم فيكم بكبيركم، المزملاتيه نسبه لمزمل. ايوه انا ما اتكلم في الكبير، انت مالكم بتزعلوا؟ ومزمل ما فيه مطعم، ما تزكيه بالقوه، ما فيه مطاعمكم اللي بتقولوها دي ما مطاعم بتخرج الانسان من السلفيه، والاشياء اللي بتقولوها غالبه الحق معه، بل كلها الا نذر قليل، الفاظ بعد الالفاظ
وسوى لقاء في الأخلاق جاي هالموضوع جزاء الله خير، نحن ذاته استفدنا. أوعك تقول لي لا ما ده براو، ما براو ده جاب ممثل الجماعة جوا هناك قال لا شك إن القواسم المشتركة في تقديري خاصة، خاصة دي مش خاصة دي تقديري أنا، خاصة دي للكلام الجاي. الدليل على إنه الكلام الجاي قال خاصة إذا نظرنا إلى صوفية السودان، معناها خاصة تابعة لجنو كلام القدام عشان ما تقول كلامه برا. قال خاصة إذا نظرنا إلى صوفية السودان وسلفية السودان يمكن أن نجد قواسم مشتركة كثيرة جدا نؤسس عليها ونبني عليها، ونحن حريصون أن نؤكد على هذه المعاني ونعمقها، أن نؤكد على هذه المعاني ونعمقها، ونعمقها لأنها معطوفة على المنصوب. وتقول لك قال لك الكلام ده في قواسم مشتركة خاصة في صوفية السودان وسلفية السودان. لا لا، إلا أنصار سنة السودان وصوفية السودان، لكن سلفية السودان ما في قواسم مشتركة، ما في دكتور سايا ذول قواسم مشتركة كثيرة جدا. قال سلفية السودان، سلفية السودان دي بالمناسبة ودي من باب والله نحسب عاجل بشرى المؤمن بالنسبة لإخواننا الدعاة، سلفية السودان دي من أعظم الدعوات وضوحا في طرح التوحيد والسنة ومفاصلة الشرك والمشركين والمبتدعة والمبتدعين، والله الذي لا إله غيره. بالتحديد شفت السودان ده بيجيبوها كده دراب تل، ما في مقدمات كثيرة. تقول لي خصوصا خاصة السودان، خاصة السودان الأمر في واضح شديد جدا. والله برا في بعض المحلات في دعاة ملخبطين ملخبطين، تمشي السعودية تمام ناس علماء وكذا، لكن في دعاة ملخبطين زي واحد اسمه المغامسي يمدح البوطي وكذا، ده ممكن تقول قواسم شنو مشتركة ولخبطة دي ما واضحة. لكن هنا دي كذا طلع عليه قواسم مشتركة بين شهاب والخنجر، كذا طلع عليه تقدر كلام كثير يا أخي تمت يا زمن نسائي. طيب نازل والله بيلعب بالدين، ده مالي بالدين، قواسم مشتركة تجيهم تقول لهم ها خلاص ده نخش معاكم، ده نخلي السلفية ونتميع نبقى معاكم نحن كمجموعة من الشباب تلمينا في تبليغ الدعوة. لا ليتوا بتشتموا العلماء، قواسم بيناتنا معاكم ما مشتركة كثيرة يا زول، نحن ما ده نخش معاكم، ونحن ما ده نخش معاكم ودارين ناسكم يخلوكم وناس نزات وما يتعصبوا لنا، يبقوا حرين داريننا حر كذي بس لله سبحانه وتعالى، عبودية لله وحده ولا شريك. طيب نرجع تاني، ما في كلام كثير أنا جايبه لك. مطر قال الصوفية ما برضوا في السلفيين في السنة في أنصار السنة، والإخوان المسلمون ما برضوا في أنصار السنة، وأنصار السنة ما برضوا في الإخوان المسلمين، وأنصار السنة ما برضوا في شنو؟ في الصوفية. ما بنقبل في الصوفية ولا بنقبل في الإخوان المسلمين، وإخوان المسلمين والصوفية ما بنقبل في أنصار السنة. ما برضوا دي شنو؟ ما مش كلام واضح؟ ما برضوا يعني بتجي الشتائم لأنصار السنة الصوفية ما برضوها، مش ده ياهو كذي؟ مش انصفتوا في الشرح ده؟ بتجي الشتائم لأنصار السنة الصوفية شنو؟ ما برضوها. هم نول بيشتمون ذاته وبشتمون دل ذاته، اللي بيقول الوهابية دل منو؟ مش الصوفية؟ اللي بيقول الحشوية دل منو؟ مش الصوفية؟ اللي بيقول المجسمة دل منو؟ مش الصوفية؟ مناظرة كامل عمر البلال مع عادل مين حمزة، المناظرة دي داك بيصفوا بأنه شنو؟ حشوية ومجسمة، كاتبينها في العنوان كذي، الصوفية كاتبينها كذي. ديل هنا البنبز ياخذك دي كذبة والله، لا صوفية بصدقوها، لا أنصار سنة بصدقوها، لا الإخوان المسلمون بصدقوها. أنت بتصدق كلام زي ده؟ ياخذ كلام ده كذب أصلع والذي رفع السماء، اتق الله يا مطر يا توب إلى ربك سبحانه وتعالى. ناس زي البدو كيف؟ وحصل لهم شنو؟ والله الذي رفع السماء هؤلاء القوم خوفونا، والله صراحة نحن خايفين. انت عارف خايفين ليه؟ لأنه يقول لك بدد عكاز وضرب
بعد شويه بردت. زمان بالعجله والسفنجه وماشيين ويدعوا بالشباك، هسه الشباك قفلوه وشغلوا المكيف والامور وضحت وبقت الناس تآلف شديد ويدعوننا وندعوهم ونمشي لهم ويمشوا لنا ونتعشى سوا وكذي، ويجوا في اللغة وكلام كثير وبلاوي وتمييع. وقال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. وقال سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. كلام كثير يا أخي. قال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإذا لاتخذوك خليلا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شنو؟ شيئا قليلا. وكان قرب، لكن الله ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه أن يضل وأن يداهن هؤلاء. طيب.